Good morning. How are you feeling today? Not great, doctor. I've been having this intense chest pain since last night. It's like a heavy weight pressing down on my chest. I see. How long has the pain been going on? It's been about 12 hours now. It started out mild but has gotten worse. Have you experienced any other symptoms, such as shortness of breath, sweating, or nausea? Yes, I've been sweating a lot and felt nauseous earlier. I'm also feeling very tired and a bit dizzy. Thank you for sharing that. It sounds like you might be experiencing a myocardial infarction, commonly known as a heart attack. We'll need to run some tests to confirm this. We'll start with an ECG and some blood tests to check for markers of heart damage. A heart attack? That sounds serious. What caused this? Several factors can contribute to a heart attack, such as blocked arteries from cholesterol, high blood pressure, smoking, and even stress. We'll look into your medical history and lifestyle to identify the likely causes. Is there anything I should do right now? For now, try to stay calm. We'll get you on some medication to relieve the pain and improve blood flow to your heart. We'll also monitor you closely and might need to perform additional procedures based on the test results. Okay, doctor, I'm really scared. It's understandable to feel scared, but you're in good hands. We're going to take the best care of you. If you need anything or have any questions, don't hesitate to let us know. بسم الله. السلام عليكم طلاب. اليوم راح نشرح موضوع حيل حيل مهم يجي عليه MCQات بالرابعة هواية وبالوزارة أيضا هواية، اللي هو ischemic heart disease. طبعا هذا الموضوع ينقسم إلى chronic وacute. إحنا اليوم راح نأخذ الchronic، والمحاضرة اللي وراها إن شاء الله راح نأخذ الacute. فأول شيء راح نعطيكم نظرة عن ischemic heart disease وشون تصير وشون risk factor، وبعدين راح نجي نأخذ الchronic، وبعد الchronic راح نجي نأخذ الacute. طبعا احنا متعودين سابقا ان كل شيء يصير اكيوت وبعدين يتحول لكرونيك، الا بهذا الديزيز راح ناخذ الكرونيك بعدين الاكيوت، لان هو الكرونيك راح يسوي اكيوت مو العكس. فاول شيء نجي نفصل الاسم. اسكيميك معناها بور برفيوجن تو اورجان. بور برفيوجن شنو معنى بور برفيوجن؟ يعني معناها انه دم كافي ما جاي يصل للاورجان. السبب اما الاورجان يحتاج دم، يعني زادت حاجته للدم زيادة بالحاجة demand، أما إنه الأوعية الدموية ما جاي يتوصل دم. يعني شنو معنى الأوعية الدموية؟ يعني الأوعية الدموية اللي تروح للأورجان هذا ما توصل له دم. يعني شنو نقول decrease supply. إذن هو إما increase demand يعني يحتاج دم هواية وما جاي يوصله، يا إما إنه decrease supply الدم ما جاي يوصله بصورة صحيحة، الأرتري بيخلل، هو هذا المقصود به. دانو بالهارت، فان هنجا نقصد عن الهارت من يزود يا ارتري الكورونر ارتري. معنى المشكلة وين؟ معنى المشكلة بالكورونر ارتري. اذا ممكن اغلب شيء احنا راح ناخذ شنو هو السبلاي، ديكريز بالسبلاي بسبب شنو؟ بسبب الكورونر ارتري. ممكن ايضا عندنا ديزيز راح تسوي، راح تحتاج لنا تزود لنا الديماند، الهارت يقوم يحتاج دم هواية. لكن احنا الموس كمان هو انه الارتري ما جاي يودي سبلاي، يعني وين؟ ديكريز بالسبلاي. فمثل ما تعرفون يا شباب انه الكورونر ارتري خلال الاكسيرشن ينطي تقريبا دايليتيشن، هو على مود يوصل دم ينطي دايليتيشن 100% خلال الاكسيرشن، خلال ما انا جاي اشتغل. ليش؟ لان القلب زاد الهارت ريت ماله، وكل ما يزيد الهارت ريت ماله معناها زاد شغل العضلة، فيحتاج دم هواية. شي يسوي الكورونر ارتري يصير بيه دايليتيشن 100%. وايضا شنو عندي النوب؟ عندي يصير عندي انكريز بالكاباسيتي. يعني شنو معناها هاي؟ بالاكسيرشن، بالاكسيرشن يزيد الكاباسيتي، يعني يقوم يتسع دم 3 إلى 5 مرات اكثر من الريست. يعني مثلا هسه انا مرتاح نقول انه 25 مل ياخذ، اذا مثلا انا جاي اسوي اكسيرشن ايش قد يقوم ياخذ الكورونر ارتي؟ ياخذ تقريبا اذا اضربهم في 5 تقريبا 125 مل، يعني زاد 5 مرات عن الريست. هاي بالنورمال بيرسون. بس اكو عندي ديزيز، هاي الديزيز راح تمنع لي انه يصير عندي هذا الشيء، تمنع او تقلل. حتى اذا صار عندي دايليتيشن اكو مناطق يصير بيها سبازم، مناطق يصير بيها ناروينج، وهذا الشيء هم راح نجي نشرحهم. فهسه عندي الاسكيميا اللي هي بور تيشو برفيوجن، هي عباره عن امبالانس بتوين ديماند، قد يحتاج القلب امبالانس، يعني عدم توافق
الدم ايش قد يحتاج القلب وايش قد جاي انا اوصل له، ايش قد يحتاج القلب وايش قد جاي انا اوصل له. يقول له انه انا احتاج 100، انا ايش قد اوصل له؟ اوصل له 50. او مثلا انه انا طاقتي الاستيعابيه للدم انه اوصل للقلب، اوصل للكورونر ارتري وفد 100 مل. القلب يقوم يشتغل هو يريد الف، منين اوفر له انا؟ فايش يقوم يصيح؟ يقوم يسوي عندي بين. هذا المقصود بيها. فهسه عندنا الميكانيزم اوف اسكيميا، لو دكريز بالسبلاي لو انكريز بالديماند. انكريز بالديماند لو القلب قام يشتغل هواية، لو العضلات صار بيها كبر، كبرت العضلات، من تكبر العضلات تحتاج دم. هسه الطفل اول ما يكبر، العفو اول ما يولد ياخذ له فد ممة حليب، لكن بعدين يقوم ياكل كيلوات، يعني اكو فرق كبير. فنفس الحالة بالضبط، يعني كل ما يضخم الشيء يحتاج الى غذاء هواية، كل ما يكبر الشيء يحتاج الى غذاء هواية. فهسه عندي اول شيء رح ناخذ السبلاي. السبلاي الموس كمان، الموس كمان انه الارترش بي بي خلل، ايش قد نسبته من الاي اتش دي من الاسكم كارديزيز تقريبا راح يجونا، يعني يجينا واحد عنده تشيس بين وعنده اسكيميا بالهارت، نسبته 90% من الكوزز انه بسبب السبلاي. اتيروسكلروسيس صايره وين؟ بالارتري. شنو معناه اتيروسكلروسيس؟ اثيرو معناها دهون، سكلروسيس معناها فيبروسيس، معناها انه صاير تصلب بين بالشريان. هاي التصلب منين جاني؟ جاني من دهون فوقها فايبر، سموها اتيروسكلروسيس. سوت لها الدهون والفايبر سوت لي تضيق. زين ليش هي الشائعة علينا احنا؟ ما شاء الله اكلنا كله تعبان، زاد انه هي الشائعة لانه سبحان الله هاي من ضمن اسباب الديث بالالدرلي. يعني ليش؟ لان هو رب العالمين احنا كل واحد الى نهاية، فنهايات البشر انه سبحان الله تتطور عند الانسان من هو بالايرلي لايف، تبدي تتطور عند هاي الاثيروسكلوروتيك، لكن على كيفها، على كيفها لحد ما يصير عمره 70-80 سنة تكبر هاي، وعاد يسوي لها اسكيميا بالهارت ويموت. هاي بالنورمال. الابنورمال شو يصير عندنا؟ احنا جاي ناكل هواية دهون هواية سموكينج، عندنا هواية دي ام من احنا صغار. هاي شو تسوي؟ هاي الشغلات المو صحيحة تزود لنا هاي العملية، تزود لنا اثيروسكلروسيس. من تزود لنا هاي العملية واحنا بعدنا صغار يصير عندنا الاعراض واحنا صغار، لذلك قامت تظهر وين؟ بالشباب. اذا بالشباب قامت تظهر شنو هذا الديزيز، لذلك صار شائع هذا الديزيز بسبب انه نظامنا الغذائي او نظامنا اللايف ستايل كان صار كله خطا. فهي 90% تشكل من سكيم كارد ديزيز، البقيه اللي نون اثيروسكلروتيك 10% اوف سكيم كارد ديزيز. هاي شنو؟ هاي بالسبلاي. السبلاي يعني دم ما جاي يوصل للهارت، الارتري بي تضيق، الارتري مقطوع، الارتري بي انفلاميشن، الارتري مضغوط في جزء معين منه، كله ما جاي يوصل لدم. هاي المقصود بيها. اذا هسه خلصنا من شنو؟ من السبلاي. ديكريز بالسبلاي، انكريز وين؟ بالديماند. القلب قام يحتاج دم هوايه، شو وقت من يقوم يشتغل؟ العنتين يقوم يشتغل هوايه، يقول لك انا لازم توفر له دم هوايه. شو وقت يقوم يشتغل هوايه؟ اذا صار عنده زياده بالهارت ريت. يصير عنده زياده بالهارت ريت، شنو اسباب السبب زياده بالهارت ريت؟ الفيفر. فيفر كل واحد سيلز ارتفاع بالحراره يزود له 10 هارت بيت بير مينيت، يعني يزود للشغل مات الهارت. من يزيد الهارت ريت يحتاج دم هوايه، فيقول لك انا احتاج ديماند، جيب لي دم. فيفر قلنا ثيروتوكسيكوسيس سبب منها، شرحتها باللكشرات الراحت، انه زود لنا السمباثيتك نيرفس سيستم. سمباثيتك نيرفس سيستم سنسيتيفيتي ايش راح يصير عندنا؟ يزيد لنا البيتا 1، والبيتا 1 شو تسوي لنا؟ تسوي لنا هارت ريت تاكيكارديا. ايضا الانيميا شو تسوي؟ الانيميا تسوي لنا تاكيكارديا، تسوي لنا هارت ريت، ويصير عندي زياده بالهارت ريت، زياده بالديماند. ش عندي النوب ايضا عندي من الميكانيزم مالت التاكيكارديا شباب، اذكرتكم بيها انه تذكرون الكورونر ارتري يمتلى خلال الديستول، خلال الديستول. زين كورونري خلال الديستول. زين انا عندي تاكيكارديا، التاكيكارديا شو يصير بالديستول؟ يزيد لو يقل؟ يقل. ليش يقل؟ لان انا مثلا القلب ينبض بسرعه بسرعه بسرعه، ما لحق الدم ينزل جو، فما يلحق يصير دايستول. ما دام ما يلحق يصير دايستول ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي هاي المشكله، يصير عندي تشيست بين بالتاكيكارديا. ايضا الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، شوفوا العضله تكبر هنا، القلب في نظامه يعني مكروه مثل ما نقول. ليش؟ رغم ان انا احب القلب، لكن في نظام مكروه، لان القلب شنو وظيفته؟
أو العضلة هاي إذا هي حجمها 1 سنتيمتر ينطيها فد 100 مل، كبرت ضخمت صارت فد 3 سنتيمتر صارت، يظل ينطيها فقط 100 مل ما يزود. إذا من يصير عندي بالعضلة هايبرتروفي ما يزود هالدم، فما دام ما زود هالدم شي يصير عندي؟ يصير عندي إسكيمي، يصير عندي بين. ليش؟ لأن يحتاج دم هواية فما جاي يوصله. شو وقت يصير عندي هايبرتروفي؟ هايبرتروفي اكو عندي مرض يسمونه هاكم، اللي هي هايبرتروفيك ابستراكتيف كارديوميوباثي، هم راح نجي نشرحها. هذا هم عباره عن العضله تضخمت فتحتاج دم هواية. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالفالفولار ديزيز يا شباب. الفالفولار ديزيز هذا عند الفالف بخلل، الفالف صار بيستينوسيس من نام الناستينوسيس، فالفنتركل يريد يدفع دم، يريد يدفع دم، ايش صاير يصير عندك قدامه؟ جاي يصير عندك قدامه تضيق. شلون انا سد الفتحه؟ جاي يصير عندي تضيق. وش يقوم يسوي؟ يقوم يضخم بالعضلات مالته، يصير عنده هايبرتروفي على مود شنو؟ على مود يدفع الدم من الخارج الهارت. او مثلا شنو النوب عندي بالهايبرتنشن؟ هايبرتنشن شنو عندي؟ عندي الارتري منه صاير بي تضيق، هو متضيق وانما هايبرتنشن، ما مو ريلاستيك، يعني مو الاستيك مثل ما نقول، مو ريلاكس. فشي يكون؟ يكون ضيق، يجي يدفع الفنتركل، يجي يدفع الدم ما يقدر. لذلك هاي من هايبرتنشن موست كومن، نلقى بيه هايبرتروفي في الفنتركل. فش راح نلقى؟ نلقى انه هذا تضخم، تضخم يصير عنده اسكيميا. لذلك يقول لك ابو الهارت، ابو الهايبرتنشن بعدين يصير عنده اسكيميا تشيست بين. ليش؟ مو الحاله، هذا السبب، انه العضله كبرت بعد ما يصير لها دم هواي. هسه خلصنا من ذن الشباب. عندي انا ملخص لكم ذن الفاكتور ايضا الميجر، وعند السكندريز الميجر اللي هي انيميا، فيفر، تيرتوكسيكوسيس، ذن ديكريز بالديماند، ذن ديكريز بالسبلاي اللي هي اثروسكلروسيس 90%، وايضا ذا ماينورتي اباوت اللي هي شنو هي ديزيز الاخرى. عندنا الايورتيك ستينوسيس نفس مين؟ نفس شغل الهايبرتنشن. الايورتا قلنا وين يشتغل؟ راجعوا المحاضرات اللي راحت. الايورتا هذا الليفت فنتركل، شو يسوي الايورتا؟ اذا صار بتضيق من الفنتركل يقوم يدفع ما يقدر يدفع. لكن انتبهوا، اكو مرض اسمه الايورتايتس. ايورتايتس هذا الايورتايتس شنو؟ هذا الايورتايتس هذا الانفلاميشن وين؟ بالايورتا. وين؟ بالروت مال الايورتا. تذكرون الكورنر ارتي طالع من الايورتا تقريبا الليفت والرايت 225، هذا الليفت والرايت من القاعدة. شو يصير عندي يا طلاب؟ اللي يصير عندي انه صار عندي انفلاميشن، فهذا انفلاميشن راح يصير عندي سوالينج 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 سوالينج. هذا سوالينج يقوم يضغط وين؟ على ارتري. فشو يسوي؟ يقلل السبلاي. اذا الارتايتس راح تقلل السبلاي. خلصنا من هاي. طبعا هاي الاشياء حيل مهمة. عندي هذا ممكن يجيبها ام سي كيو، انه صار ناو داي صار باليونجر. ليش باليونجر؟ لان هي قلنا من البدايه انه هي من حياتنا، من اسس حياتنا، انه كنا يصير عندنا اثر سكلروسيس، يعني هي من ضمن اللايف باتشي بروسيس اكر نورمال ان ايرلي لايف تصير. لكن شنو؟ على كيف هتتطور؟ يعني 80 سنه يلا تبدي تظهر عندي. احنا قلنا ناكل اكل ما ادري شلون قايل، قلنا نشرب يعني هاي السجاير والفاية، نظام حياه مو صحي، صار عندنا دي ام هوايه، فاميلي هيستوري، وصار عندنا هايبرتنشن. كلها اثرت لي، سوت عندي، سوت عندي اثيروسكلروسيس من انا صغير، ظهرت عندي. من ظهرت عندي انا صغير، يعني باعتبار انه هو صغير شاب، انا لازم انقذ حياته، فكثرت هاي الديزيز. عندي 10% من الجنرال بوبوليشن هم يعانون من سكين كارد ديزيز. هسه عندي ريسك فاكتور. ريسك فاكتور يا شباب كنا انه هي تظهر من البدايه بالايرلي لايف، لكن اكو اشياء تسرعها تبدي تظهر، تتكون بروسيس تتكون. لكن شو كي تظهر؟ تظهر من العمر متأخر، تظهر بالثمانينات. أنا شخبط ترى شخبط هيك، يعني تظهر بالثمانينات تبدي تظهر عندي. لكن اكو اشياء تسرعها تخليها تظهر باربعين سنة بثلاثين سنة. شنو هاي الاشياء؟ اللي هي كاردين ريس فاكتور، سموكينج، هايبرتنشن، هايبر كوليستروليميا، الدايبيتس ميليتاس، والفاميلي هيستوري. هذا ان كلهن يسرع لي هاي العمليه. بالاضافه طبعا ان مهمات تعرفون الكاردينال مهمه، وبعدها تجون على هذا الريسك فاكتور. اول شيء الايج، الايج يصير بالكبار اصغر اكثر من الصغار، يصير بالسكس، يعني شنو السكس؟ يصير بالميل اكثر من الفيميل. ليش بالفيميل ما يصير قليل؟ يعني الفيميل عندهن مناعه او حمايه. شنو هاي الحمايه؟ استروجين،
استروجين احنا ما عندنا ذكور فقط عند الفيميل، فما دام ما عندنا استروجين يصير عندنا ريسك ما شنو مال الاثيروسكلروسيس. ايش سووا؟ قالوا ورا ما هاي بالبريمينوبوزال، يعني قبل ما تتوقف عندها الدوره، بعد ما توقف عندها المينيبوز بوس مينيبوز يصير حالها حالنا تساوينا بالمرض، يصير الميل والفيميل تساوون. هذا ام سي كيو انه انطوها ريبليسمنت هرمون، ريبليسمنت ثيرابي، يعني انطوها علاج هرمونات على مود يعالجوها. قالوا انه تصير حمايه لو ما تصير، قالوا انه ما تصير حمايه، يعني مثلا انطوها استروجين ورا ما صارت بوس مينيبوز ما فاتها. هاي نقطه مهمه. ايش عندنا؟ عندنا الريسك فاكتور الاخرى اللي هي اوبيزيتي، هي مستاتيك فاكتور، دول اللي هي مستاتيك تشمل البليتليت والفايبرينوجي، راح نشرحها بالاكيوت كورنر سيندروم. هاي المعلومه ديكريز بالفيزيكال اكتيفيتي، يصير عندنا تراكم بالدهون، الكحول ايضا، لان احنا لازم من صحه القلب ان الواحد يسوي فيزيكال اكتيفيتي، والكحول ايضا يسبب لنا ريسك مال هذا مال اسكيم كارد ديزيز. وعندي ايضا كونكتيف تيشو ديزيز اللي هي راح تسبب لنا انفلاميشن بالارتريز، من ضمنها الارتري الكورونر ارتري انفلاميشن، تذكروا شيء يسوي سوالينج اكوز يوني يسد لنا الارتري. وهاي بس هي هاي. عندنا ايضا دايت ريتش الليبيد، يعني الليبيد هايبر ليبيديميا، السوالف هاي اذا انا اكل ليبيد هواي راح يصير الليبيد هواي يروح للدم يسوي هايبر ليبيديميا، هايبر كوليستروليميا. لكن ممكن يجيب لكم سؤال يقول لكم الاتش دي ال ريسك فاكتور، خطا. الاتش دي ال مفيد، مفيد. كل ما يزيد، اذا جاب لكم مثلا الاتش دي ال قليل هذا خطر، اذا جاب لكم الاتش دي ال زياده اذا هذا مفيد. الال دي ال عكس الال دي ال هو خطر، الال دي ال والفي ال دي ال هذا شيء يكون خطر، خطر هذا خطر. الاتش دي ال يكون مفيد مو مضر، زيادته تكون مفيده. كوليسترول ترايب دي سرايد ان يكون خطر. هسه خلصنا من عندها. بقالنا انه الهايبرتيشن شلون يسوينا، والسموكينج والهايبر كوليسترولينيميا والدي ام والفاميلي هيستوري راح نشرحهم هسه. انا يا شباب عندنا هسه الكاوزز اوف اي اتش دي تنقسم الى قسمين كما شرحناهم. جاي نحكي وين على السبلاي، لان هي الموس كمان بالسبلاي المشكله. ف اول شيء شنو السبب الشائع عندنا حاليا؟ اثيروسكلروسيس، قلنا هي من ضمن اللايف يعني بروسيس اوكرنج ديورنج لايف نورمالي، واحنا نسرعها بالريسك فاكتور. فهي عباره عن كومن اوف كوز اوف اي اتش دي. عندنا الاخريات اللي هي نون اثيروسكلروتيك كوزز اوف اي اتش دي تنقسم الى مثلا شنو هو؟ بازو سبازم، الارتريش بي بازو كونستركشن. هاي البازو كونستركشن ليش؟ لان هذا البيشنت شنو عنده؟ اذا تتذكرون ما عنده بيتا 2 بالكورونر ارتري. ما دام ما عنده بيتا 2 شو يصير؟ هذا بيتا 2 يصير عنده ليتيشن، عنده الفا. الالفا شنو وظيفته؟ وظيفته بازو كونستركشن، فيصير عندهم بازو كونستركشن هوايه، خصوصا بالستريس وبالفيميل. واذا كانت يونغ وسموكر يجينا بالليل ابيسود يسموها بريزيميتال انجينا. طبعا راح يجيكم السؤال عليها انه بيشنت هاف تشيست بين، يعني تيبيكال اسكيم كارد ديزيز. لكن شو يقول لك؟ يقول لك مش سوينا انجيوغرافي، يعني طبينا على الكورنر ارتري انفيسيف ما لقينا بي شيء نظيف، الاي سي جي بي شيء، الكورنر ارتري ما بي شيء. عشان معناها انه الكورنر ارتري ايش بي؟ بي فاز سبازم مهمه، يعني الكورنر النظيف يعني ما بي لا دهون لا تقول انفلاميشن كل شيء ما بي. لكن شنو جاي يصير؟ بي فاز سبازم، يصير بي فاز سبازم. هاي مهمه هاي النقطه. عندي ايضا كونكتيف تيشو ديزيز اللي هي فاسكولايتيس، تو شرحنا الايورتايتس انفلاميشن سوالينج بريزنس. طبعا هاي هم تشمل من ضمنها الاس ال اي وانتي فوسفوليبيد انتي هيك سندروم تبدي سندروم. عندي الانيميا شرحناها، زود لنا الديماند. عندي الايورتيكستينوسيس شرحناها، هايبرتروفي. عندنا هايبرتروفيك اوبستركتيف كارديومايوباثي. هسه يا شباب نجي نشرح الباثوجينيسيس. شوفوا لي اني ادخن، تمام؟ من ادخن اني سموكينج الجيجاير راح يكون بي، يكون بي ماده، هاي الماده تخدش للاوعيه الدمويه. او اني مثلا شنو بي؟ انا مثلا مو سموكينج، انا مثلا دي ام، الدي ام عندي الجلوكوز راح يخدش للاوعيه الدمويه، خدشها.
من يخدش الأوعية الدموية من الداخل تيونك أنتما راح يجي أنا عندي هايبر كوليستروليمي على مدار فترة لكم المعلومات. هسه أنا أدخن وأنا عندي دي إم وأنا عندي دهون هواية، فأنا أدخن وعندي دي إم تخدشت الأوعية الدموية تيونك أنتما اللي عندي من الداخل تخدشت. أنا عندي ثلاث طبقات الأرتيب تيونك أنتما ميديا وأدفنتيش، أنا على شغله بالأنتما. فتخدشت الأوعية الدموية مالتي، مين تخدشت الأوعية الدموية مالتي جاني جتني الدهون تجمعت هنا، جت من هي جت الماكروفيج جالت قالت هاي الدهون ايش بيها متجمع هنا اخبار سوت جت اكلتها. هسه جت الماكروفيج اكلت الدهون، من اكلت الدهون صار بيها صارت سمينه، السمين ما يتحرك بالقوه يتحرك فما تحركت. قامت تنادي على جماعتها تعالوا الحقوني. جت من هي جت هي الماكروفيج عباره عن فلامتر سيل ميون سيل مون فلامتر ميون سيل، فنادت على جماعتها الخلايا المناعيه جت من هي جت شو اسمها جت الفايبروبلاست. من جت الفايبروبلاست طبعا الماكروفيج من اكل الدهون سموها ماكروفيج لايدين سيل ما تقدر تتحرك، من ما تقدر تتحرك ايضا شي يسموها فوم سيل نفس الحاله من بيها دهون. الماكروفيج هنا تجمعت جتنا من هي جتنا الفايبروبلاست. الفايبروبلاست شو سوت لنا فايبر، سوت لنا فايبر وعندنا دهون اثيرو معناها دهون، فايبرو معناها سكلوروسيس او يسموها فايبروسيس سكلوروسيس، وتكونت عندي الدهون هاي بليك يسموها اثروسكلوراتيك بليك. بليك شلون الجرح من انا انجرح بايدي وتصير عندي قشطه، هي هاي بليك. هاي بليك اذا كانت اقل من 70% اقل من 30 اي اقل من 70% اقل من 70% سدت لي الارتري باقل من 70% شو نسميها؟ نسميها no symptoms. إذا أكثر من سبعين بالمية شو تكون؟ تكون symptom بس شو وقت عتريست symptoms. زين هاي العتريست symptoms يعني شو نسميها؟ ما دام عتريست symptoms عندي disease، هنا ماكو عندي disease، ما المرض ما يجي ما يشكي من كل شيء، ماكو أعراض. لأن الانسداد أقل من 70%، إذا أكثر من 70% شو يكون عنده؟ يكون عنده البيشنت يسمونه ستيبل أنجينا. ليش سموها ستيبل أنجينا؟ طبعا ما يستخدمون هذا الاسم قليل، أو يسموها كرونيك كورونر سيندروم. كرونيك ليش كرونيك؟ لأن طول عنده، يعني كل فترة تجي مرة كل فترة تجي مرة أتاك. ليش؟ لأن أني هنا عندي الأرتري مسدود بنسبة 70%، هاي 70% او اكثر من 70%. من يكون انا عندي بين، من يكون انا جاي اشتغل الهارت يحتاج الى ديماند، يحتاج الى دم هوايه، لكن انا عندي 70% من الارتر مسدود فما راح اقدر اوفر هاي الديماند. شو يصير عندي؟ يصير عندي بين. لذلك من انا يحتاج دم للهارت هوايه يصير عندي بين فقط، اما بحاله الرئيس ما يصير عندي بين. ليش؟ يعني الهارت مكفياته 30% حيل مكفياته، فهاي المقصود بها انه اترست. يجي لنا البيشنت اسمبتوماتيك لكن شو وقت يكون عنده سيمبتوم فقط اتريست ات اكزيرشن العفو. يجي لنا شنو الاكزيرشن اللي يسويهن اللي مثلا هيفي اكسرسايز ستريس كولد ويذر اند هيفي ميل. ليش بالستريس؟ لان الستريس يزود لنا السمباثيتك بيتا بلوك بيتا 1. كولد ويذر يخلي لنا الدم يروح للاعضاء الداخليه يدفيها، والهارت هم يحتاج دم على مود يدفى، شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بين. الهيفي ميل الجي اي تي راح ياخذ الدم كله على مود يمتص المواد الغذائيه او يهضمها، فشنو هو الهارت يقوم يحتاج دم على مود يمشي شغله، والجي اي تي ياخذ الدم ماله شو يصير عنده؟ يصير عنده بين. هاي المقصود بها. هذه اكسرسايز سوي تمارين هواي راح يصير عنده بين. طبعا جاب لنا كيس، هاي الكيس هسه اذكركم اياها، انه كان عنده بيشنت يركض ورا القطار ورا الحافلة هيك شي، ومن ساعات صار عنده تشيس بين، اخذ حباية وصار عنده ريلاكس. شنو هو هذا البين؟ هم راح نجي ناخذه هسه. هو طبعا كان يسموها بيريكارديال انجينا. ها معلومة انه جاب لكم بيريكارديال انجينا او يجيب لكم مايوكارديال انجينا نفس الحالة نفس الاسم، ماكو اي فرق، كلها انجينا، سواء البريكارديال انجينا او المايوكارديال انجينا. لان سالت بيها الدكتور قال لي نفس الشيء. هسه عندي الكرونيك خلصنا من عندها، فهمناها 70% اكثر من 70%. زين اذا هاي بليك قشطه
هاي اذا انفجرت شو تسوي من تنفجر؟ تذكر انت شرحت لكم الهيموستاتيك ريسك فاكتور اللي هي بليتلت، شو تسوي لنا اذا كان عندي مشكله هنا؟ فجرت شو راح تجي؟ راح تجي بليتلت تتجمع فوقها. شو بدي تسد لنا؟ يا سد لنا بنسبه 90% او اكثر من 90%، اكثر من 90%. هنا الاكثر من 90% يكون البين اترست، شو نسميها؟ اكيوت كورونر سيندروم. هاي الاكيوت كورونر سيندروم تنطيني ثلاث اشياء: انستابل انجينا ونون استيمي واستيمي. راح نجي نشرحهم بالتفصيل. الانستابل انجينا اللي هي اكثر من 90، الارتر مسدود اكثر من 90%، لكن نو دايد انسل، خلايا ما ماتت. النون استيمي لا، الخلايا ماتت. طبعا هذا يكون انسداد اكثر من 90%، الخلايا هنا شبيها دايد. لكن شنو وش عندنا؟ عندنا بالاي سي جي ما نلقى اس تي اليفيشن. ليش ما نلقى اس تي اليفيشن؟ لان الانسداد مو كامل، الانسداد بنسبه 90%. فش راح نلقى؟ ما راح نلقى ارتفاع بشنو هو؟ بالاس تي اليفيشن، اس تي سيجمنت. الاس تي سيجمنت هاي كيو تونا اخذناه بي كيو ار اس تي. هسه ايش عندي؟ هسه عندي كيو ار اس تي، هو مقصود بهاي يقول لي ترتفع. هاي ما ارتفعت. ليش ما ارتفعت؟ لان الانسداد ايش قد نسبته؟ نسبته 90%، لكن مو بارشيال، نسمي بارشيال مو كومبليت. زين اذا صار كومبليت شو يصير عندي؟ الخلايا دايت. ومن الخلايا دايت شو يصير عندي؟ يصير عندي اس تي اليفيشن. ليش؟ لان هذا الانسداد كامل، كل الارتري مسدود، خلصنا من عندها. هسه شنو عندي؟ هسه عندي ادام الخلايا ما ماتت هنا، يعني ماكو تروبونين طلع. اذا تروبونين نيجاتيف، لان تروبونين موجود بالخلايا العضليه ما طلع، يعني تروبونين نيجاتيف. ما دام هنا الخلايا ايش بيها؟ ماتت. اذا تروبونين بوزيتيف، ما دام الخلايا هنا ماتت اذا تروبونين بوزيتيف. هسه تقول لي احمد شلون افرق بيناتهم؟ يقول لك يابا اذا كانت الخلايا اذا كانت تروبونين نيجاتيف وتروبونين كانت تروبونين نيجاتيف، قول هاي انستابل انجينا. زين اذا كانت اس تي اليفيشن شو تقول؟ تقول هاي استيمي. اس تي اليفيشن ام اي معناها انفاركشن، ترى مايوكارديال انفاركشن، اس تي اليفيشن. زين اذا كان الاي سي جي ماكو اليفيشن شو نسميه؟ نون استيمي. زين شلون اعرفها؟ القى تروبونين بوزيتيف لكن نون استيمي، يعني ماكو الاي سي جي، مو اس تي اليفيشن ماكو. راح اقول هاي نون استيمي. هسه ايش عندي؟ هسه شرحنا ذا كلهن، هاي المعلومات شرحتها. انستابل تكون نيجاتيف بنيجاتيف، لان ماكو دايد بالخلايا، نو دايد. هاي تكون دايد، فش تكون تروبونين بوزيتيف، هاي تروبونين بوزيتيف. هاي تكون بارشيال، هاي كومبليت. هاي شرحناها كامله. هسه عندنا المانجمنت اوف اسكيميك هارت ديزيز. اول شيء نسوي برايمري ريفينشن. احنا شنو السبب؟ قلت لكم انه اثيروسكلروسيس هي من ضمن حياتنا اليوميه، يعني من ضمن تطورات حياتنا اليوميه، بروسيس مستمره بس على كيف حيل بطيئه، لحد 80 سنه يلا تبدا تظهر. فحش نسوي؟ على بد من احد يتجنب ريسك فاكتور، لا تدخل، لا تشرب كحول، لا تسوي تاكل اكل بدهون، سوي تمارين، هالسوالف هاي كلها، هاي بريفينت. الثانيه اذا هو عنده ريسك فاكتور، عنده ديزيز، لازم انا اسوي سكرينج للديزيز، اكتشفه هو مبكر قبل ما يتحول الى اكيوت، اخلي كرونيك ولا احول اكيوت. فارماكولوجيكال تريتمنت، هذا علاج اللي هو راح يستمر عليه البيشنت. هسه عندي كملنا الشرح مالت السكيم كارد ديزيز بشكل كامل. هسه راح نجي نشرح الكرونيك كورونر سيندروم اللي هو بارت 1 اوف ذا اور ليكتشر. عندي الكرونيك كورونر سيندروم اللي هي نسميها انجينا باكتوريس. باكتوريس معناها عضله صدريه، انجينا اللي هي بين، فيصير عنده وجع. وين عنده وجع؟ بالعضلة الصدرية. طبعا هي قلنا انه بلس سبلاي والديماند يكون مو متوازن. تشمل لي ايضا، تشمل لي السندروم اكس، هاي مهمة جابها ام سي كيو. تشمل السندروم اكس اللي هي شنو السندروم اكس؟ اللي هي انجينا سيمتومز لكن ما نلقى شيء بالكورنر ارتري، يعني الارتري كل شيء ما بيه نسميها سندروم اكس. تشمل لي ان الارتر ما بيها اثيروسكلروسيس ونظيفة مثل فازوس بازم مثلا. عندي وورم اب انجينا، هذا وورم اب انجينا اللي هو يرتاح
من يمشي ومن يقعد يصير عنده وجع. هاي يسموها ورم أبانجاني. ليش؟ هاي طبعا تكون بات ساين. ليش؟ لأن احنا تعرفون بكل الجسم ايش عندنا، عندنا ارتريز يسموها كولاترال ارتري، هاي ما تشتغل الارتري فقط عند الحاجة، فقط عند الحاجة تنفتح. مثل ايش؟ مثل الاسفاجيال ارتري. هاي الاسفاجيال ارتري ايش اسمه، الاسفاجيال فينز اللي موجودة الفاريسس، الاسفاجيال فاريسس هم راح نشرحها بالليبر. اثنين تتكون هاي الاسفاجيال فاريسس او الكولاترال سيكريشن مالت الهارت، او عقده دمويه مسدوده مو مفتوحه فرد نوب. فمن اني اقوم امشي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي زياده بالدماد مالت الهارت، فشي يقوم الهارت يقوم يفتح دن الارتريز الموجودات. من انا قاعد عندي بين ليش؟ لدن مسدودات الكولاترال ارتريز، والارتريز الاصليه مسدوده. فمن اني امشي يلا تنفتح هاي الكولاترال سيركيليشن، فيكون بات ساين، يعني ممكن تعني لنا اسكيميا حيل قوية صارت عندي. هاي المقصود به clinical presentation مال chronic pain. اول شيء هذا البين مهم مات الكاركتر ماله كل عند النجايات MCQ-Watt MCQ، وانه شيء يكون يكون retrosternal pain يطول اقل من 15 سكند 15 منت، relieved by nitroglycerin. مهم هذا اني حيل مهم ما جاي معدها MCQ-Watt اللي يكون heavy burning squeezing in nature، ممكن يكون constricting طبعا radiating to the arm jaw neck and back. مهمات يعني كلهم جايبينها مسكيو قبل الانفيريور ام اي، اذا جات من جوا هاي الضربه من جوا صاير بيها شي يصير عنده، يصير عنده الوجع من جوا، يقوم يحس وجع وين؟ من جوا. فالبيجاسترا مضروب عين على فوق المعده، المنطقه فوق المعده، يكون associated with nausea vomiting and sweating ممكن سينكوبي سيمتوم مع exertion طبعا يتشافى يعني امبروف يخف الوجع بواسطه نيتروجليسرين. هم راح نجي نشرح ليش يكون نرمق قلنا اكثر من 70%. ساينس هسه شنو اسباب مالته؟ قلنا انه وايد لها اسباب هاي الاسكيمي كارديز، فاحنا راح ندور على الاسباب اللي سببت اسكيمي كارديز. الاني ما قلنا ممكن نسوي تاكي كارديا وهارت ريت والديماند نسوي لنا اسكيمي كارديز. ثيروتوكسيكوز نفس الحاله، هايبرتنشن نفس الحاله، كوز نفس ايه كل مال كوز نفس الشيء. سانز اوف اذر اثر سكلوروسيس نشوف انه ممكن انه عنده مكان بيدهون بي ارتر صار بي اثر سكلوروسيس النوب لو لا، مثل ايش؟ مثل السيربرو فاسكولار ارتريز اذا صار بيهن، او ممكن ان الكاروتيد بروت نشوف ان الكاروتيد صار بي صوت مثل المرمر، هاي نحسها هم دليلنا انه صار اثر سكلوروسيس بغير مكان. الاكزامينيشن هي هاي نفسها، الساينز هي نفسها راح نلقاها بالاكزامينيشن، هي راح نلقى العين مالتنا انه نتجنب او نستبعد الديزيز الاخرى دياجنوسيس الاخرى، نعرف الاندرلاين كوز مثل اذا كانت ايرتيك ستينوسيس وشرحنا ليش. ممكن ايضا الباي كومبليكيشن ميبي كومبليكيشن اوف هارت فيلر. هارت فيلر شو يسوي؟ الهارت فيلر القلب يقوم ما يضخ دم، وما دام ما يضخ دم الكورونري ارتري يقوم حتى ما يصل دم هواية، يمكن القلب يقوم ما يستلم دم اصلا، فيصير عنده اسكيميا، اسكيميا بالهارت. هاي المقصود بيها الايرتوكستينوسيس مثل ما قلت لكم انه اللي يريد يدفع دم ما راح يقدر يدفع دم، ليش؟ صار عنده استينوسيس بالفنتركل، الفنتركل راح يتضخم، من يتضخم الدم ما راح يصل بكمية كافية. ليش؟ لان كميته محددة من الدم حتى لو يزيد 10 مرات. هسه عندنا اول شيء ما دام اسكيميا اذا شنو نسوي؟ اول شيء بالتشخيص هو الاي سي جي. يا شباب بالاي سي جي اذا كان نورمال نسوي اكسرسايز اي سي جي. هذا الاكسرسايز اي سي جي طبعا ليش يجينا نورمال بالاي سي جي؟ نشوف هي كرونيك، والكرونيك يجينا بوجع او ممكن ما يجينا بكل شيء، مثلا صار عنده وجع البارحه وجاني اليوم. ليش؟ لان البارحه قال لك والله دكتور انا ركضت البارحه صار عندي وجع بصدره وطاكل السنتم، سويت لي اي سي جي لقيته طبيعي. ليش؟ لان حاليا القلب جاي يصل دم، القلب جاي يصل دم كافي 30% كافياته، ما دام 30% كافياته من القلب هو شغال وريست كل شيء ما عليه فيشتغل، فما راح احس الاي سي جي، الاي سي جي يطلع لي نورمال لان الكهرباء لان الدم القلب مرتاح والدم جاي يصل بصوره طبيعيه 30% يكفنا. هاي وين؟ هاي بالكرونيك. شو سواني؟ اقول له يا بقوم قوم قوم على البايسيكل، هذا شويه اكو بايسيكل بالعياده يخلونه هذا يدرب عليه شويه المريض يسوي عليه تمارين حد ما يتعب يصير عنده بين، يلا يجيني. من يجينا هذا البيشنت بالبين ماله شو اسوي؟ يعني
أسوي الـ ECG، إيش راح ألقى بالـ ECG إذا سويت لي؟ راح ألقى بي الـ ST segment صار بيها depression، ST segment نازلة جوا. هاي النقطة الأولى، هاي وين بالكرونيك، انتبهوا، مو الستيمي والنون ستيمي، هاي جاي يحكي على كرونيك، كرونيك ستيبل انجينا، مو الستيمي. الستيمي قلنا ST elevation يجيها بالأكيوت. إذا بالكرونيك راح ألقى، راح ألقى ST segment depression T wave inversion. طبعا هاي نخلطها ويا من ممكن فولس بوزيتيف، يعني تطلع لنا نتائج خاطئة بالاشخاص هذول اللي عندهم وول باركنسون سيندروم، اللي عندهم اللي فيميل اللي ياخذون ديجوكسين، واللي عندهم ليت فنتريكل هايبرتروفي، دول كلهم يطلع لنا فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف. هاي مهمة جابها مسكيوات، وانا راح اشرحهم ان شاء الله بالتفاصيل المملة. راح نلقى تروبونين خلايا ما ميتة، هي كرونيك، مش راح نلقى تروبونين بوزي النيجاتيف. مايوكارديال برفيوجن كان اسوي لي اياه، اسوي ستريس ايكو. هاي ستريس ايكو تذكرون الدوبيوتامين، الدوبيوتامين عبارة عن انجكشن، هاي انجكشن انطيها اشوف الهارت يشتغل ولا ما يشتغل، اي بالضبط اشوف الهارت شلون شغله، شلون جاي يشتغل او لا. طبعا هاي وانا استخدمه بالستريس ايكو، ما استخدمه بالاسكيميا، استخدمه فقط بالهارت ستركتشر. ايش عندي النوب؟ عندي CT coronary angiography اللي هي improved diagnosis. نسوي coronary angiography، ندخل CT هو هذا الجهاز نفس الكاتيتر، يطلع لنا diagnosis ويشوف لنا ايش قد صاير بي ديزيز بالارتري، وايضا يحدد لنا تريتمنت اللي قايد تريتمنت استراتيجي حسب شنو الموجود بالارتري. اذا مثلا بازوس بازم يقول لي شنو تسوي له، اذا اتروسكلروسس يقول لي شنو تسوي له. هاي مهمة. هسه عندنا تريجرز اوف انيميا، شنو يسبب العفو انجينا، هذه اكسرسايز قلناها، ايموشنال ستريس قلناها، هيفي ميلز، كولد اكسبوجر، اذا نام هو قاعد يسموها لانج فلات اللي هي نكتشورنال انجينا، هاي تكون مشاعه حيل حيل. هسه عندنا كلاسيفيكيشن اوف انجينا، قسمها حسب الفيزيكال اكتيفيتي. اذا كان فقط ديورك مثلا يسوي اكزيرشن يشتغل عماله شيء يصير عنده وجع، هاي كلاس 1 مو حيل خطره. كلاس 2 لا، مثلا يمشي فد الى المحلات ويرد يرجع ويصير عنده وجع، هذا كلاس 2. اذا مثلا يمشي للحديقه ويصير عنده وجع، هاي كلاس 3. اذا كان مثلا هاي حيل خطيره ما يقدر يمشي ورد نوم بلا يتحرك ابدا، هاي كلاس 4 تكون حيل خطره، اللي هي inability to perform عن physical activity. هسه المانجمنت، المانجمنت اللي هي general measures اللي هي نوضح له يابا عندك ذبحة بالقلب وشون نتعامل وياها وشون البروجنوسيس، وان شاء الله سهلا نسوي له ريأشورنس، وايضا ان نتجنب ريس فاكتر ويسيطر على ريس فاكتر اللي هي مثل يسيطر على الدي ام، ياخذ انسولين وياخذ ادوية مال الدي ام، ويسيطر على هايبرتنشن ياخذ ادوية مال هايبرتنشن. وراها ورا ما نصحنا بهذول السوالف، يعني انا العلاج ما يفيدني اذا ما دين النصايح يمشي وياي. يابا اكلك صحيح، يابا اكل فواكه، اكل تفاح، يقول التفاح اللي يفيد القلب. ايش عندي وراها؟ عندي الفارماكولوجيكال ثيرابي. ايش راح اعطي؟ تذكروا بليتلت تونا سويت بليتلت هجمتنا سويت بترومبس، فاني انطي شيء يمنع تجمع البليتلت. شنو هذا الشيء تجمع يمنع تجمع البليتلت؟ لان ممكن تتحول كرونيك، فايش اسوي؟ امنع هذا الشيء، انطيه 75 ملي جرام لونج لايف لونج طول عمره يستخدمه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية انه اقلل الدهون. اذا هسه انا اشتغلت على البليتلت والدهون، سويت بالدهون اقللها. شلون اقلل الدهون؟ حتى لو كانت الدهون مالته نورمال، فانا انطي شيء يقلل امتصاص الدهون اللي هو روباستاتين، اللي هي روباستاتين، وعندنا الاتروفستاتين. ايضا اذا كان عندي الاسبرين ما يقدر يستخدمه. ليش ما يقدر يستخدم الاسبرين يا شباب؟ الاسبرين يقلل لي البروستاغلاندين. هذا البروستاغلاندين شنو وظيفته؟ وظيفته يطلع لي ميوكس بالستومك. الميوكس شنو وظيفته؟ الميوكس قاعدي يحمي المعدة من الحامضية، يحمي المعدة من الحامضية. زين اذا كان انا عندي ميوكاس ما راح يطلع سبب الاسبرين، شو يصير عندي الحامضية حيل عالية، السيال
بس يلا تروح على المعدة، شو تسوي على بطانة المعدة؟ ما عندها حماية، شو يصير عندي؟ يصير عندي قرحة، ويا القرحة اللي أنا عندي أتدمر وأديد دايت. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا، شو يسوي الأسبرين؟ أنا عندي أسمة، الأسمة هي تضيق بالقصبة الهوائية، الأسبرين من مواصفاته أيضا يسوي تضيق بالقصبة الهوائية، فشو يصير عندي؟ يصير عندي أنا عندي أسبرين تضيق، يضيق لي النوبلة، ما يضيق لي، يضيق لي، يدمر الحياة ويلوصني، ممكن يموت المريض. فشان طي أنطي سبلينجوال نايتروجليسرين، هذا النايتروجليسرين يسوي فازو دايليشن، والأرتريك النبي بيستينوسس بيتضيق من نفسه بأتروسكلوروس أو الفازو سبازم، يسوي أنطي شي يسوي دايليتيشن. ها وعالج الانفكشن، ليش انفكشن؟ شو سوينا؟ سوينا فيبر، وفيبر سوينا تكيكارديا، فعالج الانفكشن. هسه عندي الانتي انجينال دراكس، شنو الانتي انجينال دراكس؟ اول شيء النايترايتس، هي نفسها النيتروجليسرين جماعتها، انطي دول مهمين، اريدهم ايزوزربايد داينترايت نيتروجليسرين. طبعا يخف الوجع من 40 سكند الى 7 منت، يخف الوجع ويروح. طبعا ريلاكسنت ايفكت، يسوي لنا فاسكولار سموث ماسل، يسوي لنا دايليتيشن بالكورونري فيزلز، يوسع لي الاوعاء الدمويه، بالتالي راح يصل دم للقلب بصوره طبيعيه. ايش عندي النوب؟ يقلل لي بري لود وهذا افتر لود، دول شرحناهم سابقا انه البري لود هو عشرح النوب، البري لود هو الدم الراجع للقلب، والافتر لود هو الدم الطالع للقلب، الضغط اللي مطبق على القلب من يريد يضخ دم. فايش اسوي؟ من سويت فازو دايليشن شو راح اسوي؟ راح الوعاء الدموي يقوم ياخذ دم اكثر، إذن صار بفازو دايليشن. النقطة الأولى هذه البريلود، إذا شنو أقل البريلود اللي جاي يصل للقلب؟ ليش؟ لأن هذا راح يقوم يخزن دم أكثر، يقوم يخزن دم، شو باعتبار زادت الكاباسيتي مالته، فيقوم يخزن دم ما يوصل بسرعة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه الأفتر لود شو أسوي بياني؟ سويته فازو دايليشن، بالتالي قليت الضغط، ما قليت الضغط، قليت الهايبرتنشن. تعرفون الهايبرتنشن شلون كان يأذيني؟ سايد افكت اللي هو راح يسوي لنا طبعا فازو دايليشن بالاوعيه الدمويه مالت البرين، فيضغط على البرين يسوي لنا هيدك، ايضا يسوي لنا هايبوتنشن، راش وفلاشينج، فلاشينج احمرار بكل جسمي. ليش؟ لان الاوعيه الدمويه مالت الجلد فيها توسعت، فممكن انه يصير عندهم نون كومبلايس، والمواصفات الهيدك يكون باي تمبرال. وراش عندي؟ ورا عندي البيتا بلوكر، بيتا بلوكر تسوي لنا فازو دايليشن. هذا ال لا عفوا، البيتا بلوكر هنا شنو وظيفتها؟ وظيفتها انه بيتا 1 ممكن تشتغلنا تقلنا هارت ريت، فالميتبريلول بسبريلول اتينولول ماب، خريطة القلب، هذول مهمين لان يغير بالاسماء، يجيبهم بس يغير بالاسماء. الميتبريلول بسبريلول اند اتينولول reduce cardiac demand by reducing myocardial walk، تقلل myocardial walk، increase time of coronary filling، ديش تقلل heart rate، بالتالي راح يزودين الديستول، ما يزودين الديستول شي يصير عندنا الcoronary filling، لان الcoronary filling وين؟ بالديستول. calcium channel blocker اللي هي ذهب ونون ذهب، نستخدم النون ذهب. ليش النون ذهب؟ لان النون ذهب يشتغلون فقط على الهارت، يسووا له بالهارت يقللوا لي الكونتراكتيليتي، من تقلل الكونتراكتيليتي يقلل الشغل مالت الهارت، ومن يقلل الشغل مالت الهارت شو يصير عندي؟ يصير عندي انه يقلل الديماند، اذا يقلل الديماند يقلل الديماند، هذا هم يقلل الديماند، مهمه هاي. هاش يسوي انكريز سبلاي. وراش عندي يا شباب سايد افكت طبعا مالته اللي هي ايديما، هايبوتنشن، هيدك، فلاشينج، ديزنس، لانه كل فازو دايليشن فريابامين ميكوزيس كونستيبيشن. يا شباب هنا كالسيوم شانل بلوكر، هسه راح اجي اشرح لكم اياها بالتفصيل لان انتم جزء ناسيها لو هيك. المهم كالسيوم شانل بلوكر تنقسم لي الى ذهب، نون ذهب، نون ذهب اللي هي نون دايهيدروبلوتين، داي معناها اكثر من عضو، داي يعني اثنين، فمو القلب يعني تشتغل وين على الاوعيه الدمويه. شو سوينا؟ سوينا فازو دايليشن. بس شنو مشكلتها من سويت فازو دايليشن؟ من سويت فازو دايليشن هنا لاصتني لوس،
لان انا عندي فازو دايليشن، فالهارت يقوم يحس انه ضغط ماكو، ضغط ما جاي يقابله فرد نوم. شو يسوي؟ يزود الهارت ريت. شو يصير عندي؟ يصير عندي ريفلكس تاكيكارديا، ما انا عندي اسكيميك هارت ديزيز، فيأدي للمريض يسوي ريفلكس تاكيكارديا. ليش؟ لان البريشر قل. ليش ما قلنا على البيتا بلوكر نفس الشيء؟ لان بيتا بلوكر شو راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا على شو اسمه، تشتغل لنا على الهارت نفسه بيتا 1. هاي عندي الذهب، نون ذهب، هاي نون داي، يعني فقط على واحد، فقط على الهارت. شو تسوي على الهارت؟ تقلل لنا الكونتراكتيليتي. ما دام تقلل الكونتراكتيليتي تقلل الشغل مالت الهارت، فتسوي لنا شنو؟ تسوي لنا بازو دايليشن. ليش؟ لان الكالسيوم من يدخل الخلايا يسوي الكونستركشن، مو يسوي الكونستركشن، يسوي تقلصات ايضا، تقلصات. فيا شباب، ما دام يسوي تقلصات ويسوي الكونستركشن، شو اسواني؟ سديت الكالسيوم. بعد اكو كونستركشن ماكو، ذن بازو دايليشن. اكو كونتراكشن ماكو، هاي النقطة الاولى. وايضا راح يشتغل لي هاي، راح يقلل الشغل مالت القلب، يقلل الكونتراكشن مالت الهارت، يعني كونتراكتيليتي يقللها. لكن شنو عندي؟ عندي سايد افكت اللي هو يسوي لي كونستيبيشن. ليش كونستيبيشن؟ يعني احنا الجي اي تي على مود يفرغ الفضلات جلكم الله، لازم شي يسوي؟ يسوي كونستراكشن، كونتراكشن العفو. فهاي الكونتراكشن حركة مالته، اذا ماكو كالسيوم يدخل الخلايا بعد ماكو كونتراكشن، فيسوي كونستيبيشن. هاي الدزنس والفلاشنج شرحناها اتوقع، بس سالفة الاديمة هاي مهمة اللي نسوي فازو دايليشن. ايش عندي؟ عندي ادر نيولي دراكس، هاي مهمة، جاها ام سي كيو، كي شانل اكتيفيتد، اللي هي النيكرو رادلين. هاي شو يسوي؟ هذا عكس الكالسيوم، هذا يدخل بوتاسيوم، البوتاسيوم مضيفته ريلاكس، الكالسيوم مضيفته كونتراكت. اذا الكالسيوم يدخل يسوي الكونتراكشن، هذا شو يسوي لي؟ يسوي لي ريلاكسيشن. مين يسوي ريلاكسيشن؟ يقلل لنا الكونتراكشن. عندي الفاني شانل، هاي حيل مهمه، جابها ام سي كيو. فاني شانل دي اكتيفيتر، هاي موجوده وين؟ بالاس اي نود. شو وظيفته بالاس اي نود؟ تقلل الهارت ريت، لان الاس اي نود تذكرون شرحتها البارحه، انه يسوي لي زياده بالهارت ريت، يعني هي متحكم بالهارت ريت. ايش يسوي؟ يقللها. ما دام يقللها يقلل شغل الهارت. من يكون عندنا البيتا بلوكر كونترا انديكيتد، ممكن استخدمه ويا البيتا بلوكر. متأثر لنا على بلد بريشر، ليش؟ لأن وظيفته فقط طلع لنا اس اي نود. ديكريز فاسكولار تون اللي هي رولازين، يقلل لنا كونتراكشن مالت الفاسكولار. هذا اللي هي صوديوم شانل بلوكر، نفس من نفس الكالسيوم شانل بلوكر بالضبط. هسه عندنا البروجنوسيس، او عند الكاثترايزيشن قبل ما نكمل، is done for high risk patients. شنو عندهم ريسك حيل عالي؟ يسوي لهم قسطره. هم اذا كان عندهم بوست ام اي انجينا، يعني كان عندهم ام اي وراها جوانب انجينا بين، فيزيكال ابيليتي از ليميتد، ما يقدر يتحرك حيل، ليميتد ما يقدر كل شيء يسوي. اذا شغل ماله لو ورك، اذا كان عندك 3 فيزل ديزيز، 3 اوعيه فاسكولار ديزيزز مالت الكورونري مسدوده، اذا كان عنده لو فنتركولار فانكشن، الفنتركل ما جاي يشتغل بصوره صحيحه. طبعا مهمه معلومه انه الاي اتش دي سكيب كارد ديزيز، احنا عندنا النورمال هارت ريت من 60 ل 100، بدول لازم يكون اقل من 60. البروجنوسيس طبعا ريليتد تو فيسل اوكلجن، قد مسدوده او عيده معويه. اذا كان سنجل مو نفسي، اذا كان ثلاثه، اذا كان سنجل فهو 5 5 يرس 94%، اذا كان مالتيبل فهو اقل، اذا 5 يرس سيرفايفر هو اقل من 30%. وشنو النوب؟ تقريبا ها هي كملنا الكرونيك ستيبل انجينا. بالتوفيق يا رب.